مرحبا بحضراتكم مرة تانية، منورني في الاستوديو نجم الأهلي السابق ومدرب حراس المرمى لنادي الشرقية للدخان، طبعا كابتن أحمد فوزي، نجم كبير وعندنا كلام كتير قوي معاه. كنت لسه بقولك هنتكلم على أي حاجة، قلت لي أنا معاكي في اهلا أي وسهلا حاجة. بيك الاول، منورنا يا كابتن. انت اللي منوران. انا متشرف ان انا اكون موجود معاكي. الكلام اللي انت عايزه تقوليه انا معاكي فيه، بس قبل ما نتكلم يعني عايز اعزي الكره الاهلاويه والكره المصريه في كابتن طه الطوخي رحمه الله عليه. ربنا كابتن يرحمه يا رب. فؤاد ابو غيده اول امبارح، يعني الاموات اللي يعني ربنا يرحمهم جميعا. الناس اثرت في الكره الاهلاويه تحديدا والكره المصريه بطريقه كبيره جدا. نتمنى لهم الرحمة وإن شاء الله ربنا يجمعهم معانا في الجنة على خير إن شاء بإذن الله. الله يا رب، إن شاء ربنا الله، يرحمهم يا رب اللهم ويصبر آمين، أهلهم يا اللهم كابتن. آمين، اللهم آمين. خلينا نبدأ من مباراة سوني داب امبارح، تمام ولسه كنت بتكلم أنا وأحمد معاك على المباراة تمام وبنسألك تمام على رأيك في المباراة فنيا، وطبعا يعني العناصر اللي شفتها جديدة في تمام مباراة الأهلي طيب سوني داب. خلينا نتفق إن مكسبنا في النيجر عامل لنا ليدنج للمباراة. انت بتلعبي وانت كسبانه 1 هناك، الملعب كويس جدا، ابتدى التشكيل. ممكن مستر موسيماني يريح ناس كتير، وكان عايز يريح علي معلول، بس طبعا لولا اصابه محمود وحيد ربنا يشفيه ناس كتير مريحه، حتى الشناوي بيدي فرصه لعلي لطفي من فتره كبيره. معظم التشكيل ما ابتداش بسترايكر، يعني احمد ياسر ريان النهارده بيلعب بعد ما كان بيلعب صلاح محسن جنب محمد شريف، بيغير كتير في التشكيل بتاعه. يمكن الحته الوحيده اللي كانت ثابته الاثنين الديفندرز اللي موجودين في نص الملعب. اعتقد ان هو مديهم ايحاء ان الماتش سهل باختياراته دي نمره واحد كمدير فني. نمره اتنين بعد 10 دقائق، يعني بعد 10 دقائق وطرد او الدقيقه 17 وطرد لحارس المرمى، الماتش سهل جدا. اللعيبه حست في الملعب انها ليدنج المباراه، مش يعني هي عايزه تاخد زي ما بيقولوا كده، انت بتلعب جمعه ثلاث جمعه، فاللعيبه عايزه تحافظ على نفسها. خلي بالك اللعيب عنده احساس برضه، احنا مش الات بنجري الى ما لا نهايه، فهو عنده احساس. فيعني ساعات اطلع كل اللي عندي في المباراه لما اكون محتاج ان انا اطلع كل اللي عندي في المباراه، انما مباراه انت ليدنج فيها راكب الجيم، مطرود من الفرقه الثانيه 1، الفرقه الثانيه اصلا امكانياتها لا تقارن بلاعيبه النادي الاهلي، فانت بتلعب جيم من زي ما بيقولوا من علي، انت باصص من فوق على الجيم. يمكن ده اتضح جدا في الشوط الاولاني، ضيعنا كتير. انما انا عايز يعني في بعض اللاعبين مش عايز اعممهم في المباراه دي، بمعنى احمد ياسر ريان لازم ياخد حقه، لازم ياخد حقه انه فعلا بقى يعني كان حاجه كويسه جدا امبارح. عايز اعتب واقرص ودن محمد شريف وكهربا، حاسس بنوع من انواع مش الاستهتار ولكن النوع من انواع الانانيه المفرطه شويه في حاجات بتبقى هم بيروحوا على الجون ممكن يعملوها لناس اكثر منهم ضمانا لاحراز الاهداف، ولكن هم بيطمعوا فيها. طبعا اي راس حربه في الدنيا لازم يبقى طماع، دي انا معاك فيها، بس في حاجات يعني الاولويه للزميل. يعني باقي اللاعبين اشكر وليد سليمان طبعا على الجيم اللي عمله. بعد كده المباراه عاديه جدا جدا جدا. انا شايف ان الناس مكبره الدنيا، بس اللعيبه قدرت تاخد المباراه زي ما بيقولوا كده، ايه، طلعت بيها البر الامان من غير ما يحصل اصابات، وفي نفس الوقت الاهلي كسب ووصل دور المجموعات. بس رايك في رجوع سعد سمير؟ طبعا سعد، انت النهارده سعد بيكمل سنه و8 ايام او 7 ايام تقريبا، 28 ديسمبر 2019 لحد 6/1/2021 او 5/1، مسافه بعيده قوي. ربنا النهارده 6/1 6/1 لا ليه بقى الكلام ده؟ انت اللي قلت مش لا انا. مش قصدي حاجه، ولا مش قصدي، ما هو امبارح 5/1، ما هي برضه. المهم سعد سمير قعد سنه واسبوع تقريبا مش بيلعب ماتشات، دي قاتله على لعيب الكوره. شفت يعني ازاي يعني نزول الملعب واستقبال اللعيبه ليه؟ كون ان المدير الفني يجيبه قبل المباراه ويقعد معاه ويقول له ان شاء الله نبقى ليدنج 2-0 وتنزل عشان تكتسب حساسيه المباراه بعد المباريات بعد الفتره الطويله دي من القعده. عايز اقول لك ده مدير فني ناضج واعي مثقف قريب من اللعيبه، محب للاعبين، صح،
فهو فكرته قبل ما ينزل ياخد اللعيب ويفهمه الدنيا ماشيه ازاي عشان لما ينزل يبقى واقف على رجليه. لما نزل سعد ما كانش فيه ضغط من فرقه سوني ديب، ولكن هو قدر على الاقل نزل واقف على رجليه. مش هقول لك مش هايب لان سعد من كباتن الفرقه، ولكن اول مباراه للواحد بعد اصابه سنه وشويه بيبقى خايف غصب عنه مش بمزاجه، يعني دي حاجه بتبقى يعني انكونش. هو مش 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 يعني هو عايز يلعب كل حاجه بس غصب عنه في حته معينه بيشيل رجليه. فكون ان هو يبقى محضر نفسه لما ينزل يبقى واقف على رجليه دي حاجه جميله جدا. رجوع سعد هيفيد الفرقه من الناحيه من الناحيه القائديه في الملعب وبره الملعب، وهيفيد النادي الاهلي في السردباكات اللي عندنا، لان احنا عندنا ربنا يشفي محمود متولي كان معاه سعد مسامير فتره، كان رامي ربيعه، ودلوقتي رامي ربيعه راجع من كورونا. فانت مجبره ان انت بقالك شهرين بتلعبي، كنت او شهر ونص كنت بتلعبي بس بايمن اشرف وياسر ابراهيم لحد ما جه بنون بقى يخش معاهم، بندور ما بين الاثنين من الثلاثه. فلما سعد يدي اريحيه اكتر للجهاز الفني انه في اي وقت ممكن يلعب باثنين من الاربعه. بتشوف ازاي كابتن استغلال الجهاز الفني لاي فرصه كانت، اي مباراه ينفع فيها ان هو يجهز اي لاعب تاني ويريح لاعب اساسي علشان يبقى عنده اكبر قدر من اللعيبه اللي جاهزه في اي وقت يحتاجهم؟ زي ما بنقول دايما احنا في ظروف كورونا وظروف صعبه جدا، وفي اي وقت ممكن تفقد اي لاعب بداعي الاصابه فيروس كورونا ويكون لاعب اساسي مهم، فبالتالي انت لازم يكون البديل عندك على نفس مستوى الاساسي. بتشوف ازاي فكر الجهاز الفني ومستر موسيماني في ده؟ وكمان امبارح يعني حضرتك مدرب حراس المرمى، امبارح علي لطفي كان مادي في المباراه، ما كانش فيها هجمات كتير الصراحه على مرمى النادي الاهلي، ولكن اعتقد ان نزوله مباراه زي دي برضو يديله ثقه. طيب نبتدي من الاخر طيب. يعني او بمعنى اصح علي لطفي كانت فرصه جيده جدا وفكر عالي جدا من موسيماني انه يبتدي بيه مباراه زي دي ويريح الشناوي ويطلعه بره المعسكر خالص، بتدي له اريحيه. انا قلت لك في الاول ان انت بتلعبي من الجمعه للجمعه في ضغط ثلاث ماتشات في سبع ايام، من الجمعه او ثمان ايام بتلعبي ثلاث ماتشات في ثمان ايام وعلى طول الدوري بقى وافريقيا هتلعبي بالطريقه دي كل ثلاث ايام مباراه كل ثلاث ايام مباراه مع وجود كورونا. فانت ممكن في يوم ماتش من الماتشات تلاقي زي ما حصل قبل كده 12 لاعب زي ماتش سموحه 12 لاعب مش موجودين زي ماتش سوري وادي دجله 12 لاعب مش متواجدين منهم سبعه كورونا خمسه كورونا والباقي اصابات عاديه والموقوف. فانت ممكن الكلام ده يحصل كتير معاكي. فكون ان انا ادي للعيبه كلها دي ميزه. وخلي بالك الاهلي في حوالي تسع ماتشات او ثمان ماتشات في الفتره الاخيره ملاعب ال 30 لعيب ويمكن 32 لعيب كمان ودي ميزه بالظبط كبيره جدا. وجود علي لطفي امبارح بقى انت بترجع له الثقه بعد فتره كبيره من عدم لعبه. اخر ماتش لعلي لطفي لعبه كان في ماتش الوداد، نزل اخر ثلث ساعه كان واحنا كسبانين تقريبا اتنين، موسيماني طلع الشناوي ونزل علي لطفي عشان يديله ثقه. يمكن كان في ماتش في الكاس اعتقد في يعني اخر ماتش لعبه علي كامل كان في الكاس تقريبا كان الترسانه، لا مش الترسانه كان سماد ابو قير. الكلام ده مثلا قولي مثلا في شهر كام؟ 9 او 10. فانت بتدي علي بعد ثلاث شهور بتدي له ماتش كامل، الشناوي متالق فانت عايزه تقربي علي من الشناوي عشان في اي وقت لا قدر الله حصل حاجه للشناوي يبقى علي واقف على رجليه. ميزه كويسه جدا. يمكن جات له واحده بس اللي هي الفاول دي اللي عمل تراي وادى نفسه ثقه وفوق نفسه، ودي ميزه كويسه علي اكتسبها امبارح ان هو على الاقل قدر يرجع نفسه من فتره ركود انه يبتدي رجليه تبقى في الماتشات. عشان كده انا شايف ان موسيماني عمل نقطه ايجابيه جدا جدا بان هو استخدمه بقى او لعبه امبارح. كل اللاعبين الميزه الوحيده في الراجل ده انه بيعمل تدوير بين كل اللاعبين في كل الاماكن، والحمد لله ما بتحسش بخلل. يعني حتى الخلل اللي احنا حسيناه امبارح مش خلل في الاداء، خلل في الرعونه او خلل في ايه، مش هقول رعونه عشان ما تبقاش كلمه كبيره جدا، اللعيبه بتحافظ على نفسها. فانت حاسه ان في حاجه مش ده قتال الاهلي اللي متعودين عليه. ممكن يبقى في اكتر من كده. ايوه انت عايزه تكسب وبعدين انت عايزه تكسبي 8 و9. جمهور الاهلي طماع بصراحه، جمهور الاهلي طماع، ودي ميزه جمهور الاهلي عشان كده لعيبه الاهلي طماع فعايزين يكسبوا 7 و8. يعني انت مش حاسس ان جمهور الاهلي راضي بمكسب امبارح؟ بصي يعني لو كسبنا 1-0 هنرضى الحمد لله. بس احنا مش زي غيرنا، احنا بنشوف الاهم ونحاول نوصل له. يعني احنا لو كنا كسبنا 3 وممكن نكسب 6، لا نقول ليه ما كسبنا. هقول لك حاجه، ماتش 6 ده 6-1 ماتش 6-1 انت اللي بتجيبنا كل شويه ماشي والله ما قصدي، بس انا هقول لك حاجه، نتيجه كبيره جدا جدا. جوزيه مثلا كان بيعنفنا ازاي ما ناخدش ما نطلعش 8 و9.
اتخانق مع الحكم ازاي بيصفر فوق الجون السابع رايح. كان وليد صلاح عمل واحده لمحمد فاروق من نص الملعب والحكم صفر فيها. وصلت لحد يعني في ناس بتقول اعرف واحد يعني بس ده معرفه شخصيه بعد الماتش قال لي يا اخي انا فرحان قوي بس كنا ممكن نعمل ريكورد نعدي الدستة والله العظيم ما بتريق ولا فيها اقسم بالله انا بتكلم. مين اللي قال كده يا كابتن؟ لا ده واحد يعني ساكن جنبي انا في الصيدليه وهو ساكن جنبي بس يعني مش بعيده بس قال لك انا ممكن اعمل ريكورد وده عنده حق فيه. هي القصه في ايه؟ يمكن ده اللي بيختلف اللاعب المصري عن اي حد تاني. اللاعب المصري لما بيوصل لرقم معين بيهدى انما بره يكسبوا 5-6. شوف فرقه بايرن بتمسك تدي برشلونه 7-8 عادي جدا ده الطبيعي بتاعها مش فارق معاها بعد 5 بتدوس وتدي. في وقت من الاوقات برشلونه كانت بتقابل الريال تدي له 5 وتدي له 6 مفيش عادي. اللي هو اجيب الاربعه واريح اجيب الثلاثه واريح. لا مش كده المفروض ده مش الطبيعي. انا شغلي ان انا اجيب اجوان يبقى انا اقعد اجيب اجوان وده اللي بيعمله بايرن. عشان كده ربنا يعني لازم الاهلي يعمل في حسابه انه واحنا بنلعب بايرن نلعب كورتنا وكل حاجه بس لا قدر الله لو دخل فينا جون بدري مش عايزين الجيم يتفتح لان انت برضو دي حاجات في وقتها بقى عشان ما نطلعش برقم كبير يعني ان شاء الله ان شاء الله ما نعملش رقم كبير وان شاء الله يا رب نفوز ونكسب ان شاء الله. بس والله يا كابتن انا بحس فكره ان احنا نفوز ونكسب ممكن ناس تقول عليا انه دي بتقول اي كلام بس انا بحس انه طبعا بايرن ميونخ قد ايه نادي كبير بس بحس انه لما بيبقى فيه اصرار كده ومتدرب كويس وعامل اللي عليك بحس انه ليه لا يعني. طيب هقول لك حاجه اللون اللي انت لابساه ده لو انت مجمعه 11 واحد من الشارع وبيلعبوا اكبر فرقه في العالم بالفانيلا اللي انت لابساها دي او اللون التيشيرت الاحمر واسمه النادي الاهلي هيموتوا نفسيهم حتى لو هم مش متدربين مع بعض. صح الفانيلا دي ليها رونق مش اي حد يعرفه. صح فالقلب انت احنا بنلعب ريال مدريد الناس رايحه ده ريال مدريد هيعمل عينها حفله بالظبط كسبنا. لاعب روما رايحين نلعب روما كسبنا بالظبط اتلتيكو كسبونا بالعافيه 3-2 في كل المباريات اللي انت راحت انت فرقه النادي الاهلي لعبنا قبل كده بار تعادلنا معاها 1-1 يعني انت كل المباريات اللي انت راحت تلعبيها انت راحه بقيمتك انت راحه بقيمه النادي الاهلي وبروح المكسب أكيد. بتعمل اللي عليك وبتقطع أكيد. نفسك انت لو هتلعبي بين لزق كبير زي صغير انت في الاول وفي الاخر لابسه تيشرت النادي الاهلي وهو ده اللي بيديك روح واصرار النادي الاهلي. ده كلام كبير ومهم وجميل والله يا كابتن. هنتكلم كمان اكتر على كاس العالم للانديه مع كابتن احمد فوزي بعد الفاصل. برحب بحضراتكم مره تانية ولسه معايا كابتن احمد فوزي. يا كابتن كنا بنتكلم على كاس العالم للانديه وبقول لك موسيماني يمكن كان ليه تصريح امبارح لقناه الاهلي انه خلينا واقعيين اي حد طبعا يعني وصل او تاهل لبطوله كاس العالم للانديه عنده فرصه ان هو يفوز بيها ولكن الموضوع صعب وانه ما فيش نادي افريقي قبل كده قدر ان هو يتوج بكاس العالم للانديه فكنت بقول لك هو بينيمهم بالتصريحات دي ولا ايه؟ بس هو سلاح ذو حدين زي ما قلت لك هو من النوع اللي بيدي حق للمنافس ان انت هتكسبنا واحنا غلابه و و و هو بيبقى مرقد له زي ما بيقولوا كده. دي نمره واحد. نمره اتنين بيدي حق للعيبه اللي انتوا هتعملوه ده حاجه من المستحيلات حاجه ما حصلتش قبل كده فانت لازم تشتغل ويبقى عندك امل ان انت تعمله فتعمل حاجه من المستحيلات فبيدي باور للعيبه وفي نفس الوقت بيهمد الفرق الثانيه ودي ميزه كبيره. هو عارف ان تصريحاته دي هتتناقل والفرق الثانيه هيوصل لها الكلام فهو مش هو واعي جدا ومش من المعقول وفي نفس الوقت بيدي حق للجمهور. انا لو عملت الموضوع ده يبقى انا يعني مدرب عالمي انا جامد ولو ما حصلش انا قلت لكم قبل ما اطلع من هنا ان حصل ان احنا مهما كان ممكن نوصل للنهائي بس ما ناخدش البطوله بس انا شايف بقى ان هو بينايم الدنيا وبيشتغل على انه يوصل وانا كمان شايفه ده انا يعني معاك في ده وهو الصراحه لو فعلا عمل انجاز زي ده ويبقى طبعا مدرب عالمي يعني ما مش احنا بنتكلم على يعني كاس العالم للانديه هو يعني ريال مدريد كسب كاس العالم للانديه مش عايزين نوصل يعني مش عايزين نحط نفسنا في حته نفكر دلوقتي احنا هنبقى عاملين ازاي هي قصه في ايه لا احنا نمشي واحده واحده اسمعي بس عشان احنا لو حطينا نفسنا في امل شايف الامل عارفه لما تبقي فوق كده وتاخدي وتنزلي دين على دماغك تاخدي على دماغك اللهم احفظنا مش عايزينه يحصل فاحنا ايه نفكر واحده واحده
انت دلوقتي تفكري في الفرق اللي انت هتلعبيها، لان احنا اعتقد لسه الجدول ما اتحطش، يعني مش عارفين احنا هنلعب مين، خاصه ان البطوله بتاعه كوبا امريكا لسه شغاله. كوبا امريكا لسه ما تحددش البطل، لسه ما تحددش البطل بتاعها، ولسه القرعه ما اتعملتش تماما. فانت ممكن او اعتقد ان احنا هنلاعب يا اما الاوقيانوس، بطل الاوقيانوس، يا اما هنلاعب بتاع استراليا. ففي الحالتين احنا هنبقى الدنيا يعني بالنسبه لنا مفترض على الورق اول مباراه هتكون سهله، ما بعد كده بقى هي اللي هتبقى صعبه، خصوصا ان انت ممكن تقابلي يا اما تاني مباراه يا اما باير، لو كسبنا ان شاء الله يعني ممكن تقابلي يا اما باير يا اما تقابلي كوبا امريكا. فدي اللي هتبقى كوبا ليبرتادوريس، ممكن يعني ايه كوبا ليبرتادوريس. فانت برضو عندك يعني مباراه الاولانيه الى حد ما ممكن تدخلك في اجواء البطوله، الثانيه هي اللي بيبتدي الصعوبه فيها، وربنا يوصلنا الثالثه ان شاء الله ونوصل لبايرن ميونخ. نوصل لبايرن ميونخ ان شاء الله. طيب واحنا داخلين على كاس العالم للانديه يا كابتن، عايزك كده تبص على السكواد او الفريق الكامل بتاع النادي الاهلي والتدعيمات الاخيره، واخرها طبعا وولتر بوالي هنتكلم عليه، بس انت شايف كده ان احنا تمام كاملين ومتكاملين ولا محتاجين اي تدعيمات؟ مفيش فرقه في العالم كامله، يعني بدليل ان ريال مدريد وبرشلونه وليفربول والسيتي واليونايتد بيشتروا لعيبه كل سنه. مفيش فرقه في العالم كامله، ماشي، بس بيجي فتره بيبقوا مش محتاجين لعيبه. احنا دلوقتي محتاجين ولا لا؟ احنا الى حد ما كنا محتاجين لاعب رقم 10 يربط مع قفشه، لان احنا هنتقل على قفشه، لان مفيش حد يلعبها غير هو وليد سليمان. وليد سليمان صعب انه يلعب تكرار المباريات في الفترات الصغيره دي على الفتره دي، فكنا عايزين واحد يلعب رقم 10، وده اللي موسيماني قاله قبل كده، وكان تحديدا بيتكلم على سيرينو، ولكن خلاص اتقفل موضوع سيرينو تماما. احنا كنا محتاجين لاعب رقم 10 ضروري جدا تحت راس حربه، مهم جدا جدا. يمكن ربنا كرمنا والتر بواليا، بدر بنون اضافه هايله للنادي الاهلي. والتر بواليا الناس شايفه، في ناس شايفه انه ممكن يبقى اضافه وممكن ما يبقاش اضافه، انا عايز اقول نقطه مهمه جدا. انا عايزه رايك فعلا في الصفقه. والتر بواليا انت اي لعيب في الدنيا بيجي من مكان ما ليه حالتين، يا يعني اما النجاح الكامل يا الاخفاق. تمام، اللي هيستحمل تيشرت النادي الاهلي وقوه تيشرت النادي الاهلي، في لعيبه كتير جت لعيبه كويسه جدا. انا فاكر في لعيب اسمه اوسو كونان كان جاي من المقصه، لعب 3 سنين في المقصه مكسر الدنيا، جه النادي الاهلي ما لعبش 15 يوم ومشي. تمام، فلافيو كان جاي من بيترو اتلتيكو، فرقه مش قويه قوي، وقعد اول سنه مش مستحمل ضغط جمهور النادي الاهلي انه عايزه يسجل كل مباراه، بس بعد ما ابتدى يسجل بقى فلافيو اللي احنا عارفينه. احمد فيليكس في ايامينا كان جاي عنده 17 سنه، اول ما ابتدى كان وحش جدا جدا جدا، سنتين بس وفيليكس ده بقى مهاجم النادي الاهلي. اللي انا عايز اقوله مش اي حد هيستحمل الضغط بتاع تيشرت وجمهور النادي الاهلي. فهو لو قدر يستحمل الضغوط دي اعتقد والتر برايا هيبقى من اهم النجاحات للتعاقدات في الفتره دي. لو ما قدرش المشكله ان هو مشكلته بس كبيره انه اول خبطه ليه هتبقى بيلعب في كاس عالم انديه. عارفه لو كانت ابتدى تدريجيا مثلا شويه في الدوري، ياخد في الدوري وبعدين ياخد فتره 3-4 شهور وبعدين يبتدي يلعب كاس عالم الانديه، فهي من الاول من الاخر كده بختك يا ابو بخيت. بختك يا ابو بخيت، لان هو بدايته هتبقى قاتله شويه بالنسبه لي، من وجهه نظري بدايته هتبقى في حته الجمهور هيفتكره طول عمره، يا اما الجمهور ياخد منه موقف صعب شويه. ان شاء الله هيفتكروا طول عمره. المباراه اللي جايه في الدوري سيراميكا كليوباترا، وشايفه يا كابتن يعني فريق صاعد للدوري جديد وعامل نتائج كويسه وعنده صفقات كويسه، ودايما بنقول انه اي فريق قدام النادي الاهلي بيطلع احسن ما عنده. انت بتتكلم على بطل الدوري وبطل افريقيا، اكيد. فشايف ازاي المباراه دي فنيه؟ طب انا مش معاك ان الفريق صاعد من تحت، ليه بقى؟ لان الفريق ده جايب نجوم الدوري في الانديه في الانديه الاخرى. يعني هو في واقع الامر هو صاعد من الدرجه الثانيه، بس اللعيبه اللي فيه انا بقول لك جايب صفقات حلوه. لا لا, لا ده عنده من احسن طبعا، من أحسن ما بنكرش ده اللي موجوده في انديه الدوري، نادي ومحققين نتائج كويسه. عشان كده بقول لك المباراه مش لاعب 4 ماتشات كسبان 2 وخسران 1 ومتعادل 1، 7 نقاط بالزبط. وفرقه كويسه جدا، عندهم عامر ما شاء الله 2 كلين شيت في الاربع ماتشات، يعني 50%، حارس جيد، خط الدفاع مميز، عندهم هجوم شادي حسين ده هيبقى من احسن اللعيبه اللي موجوده في مصر. فرقه كويسه جدا، معاه مدير فني شاب وانا عارفه عن تجربه وشخصيه نظيفه جدا هيثم شعبان، معاه كابتن عمرو حسن مدير كوره، فرقه طبعا استاذ معتز البطاوي مسؤول عن الكوره هناك،
فرقه محترمه جدا جدا جدا، كورتها كويسه جدا، عندهم تحليل زي ما احنا عندنا فرقه لتحليل الفرق اللي قدامنا، هم عندهم فرقه تحليل وبيعرضوا يحللوا محللين اداء محللين اداء. فاعتقد المباراه هتبقى في ارض الملعب مباراه قويه جدا، ولازم الاهلي يعني نقطه واحده بس اللي هتبقى ايجابيه، لو سجلنا بدري هنركب المباراه. انما الفرقه دي لو دخلنا معاها في تايم وناخد بوقت بوقت بوقت، هم لان هم عندهم خبرات في الملعب هيبتدوا يقفوا كويس وهيبقى في جيم رايح جاي. انما لو سجلنا بدري ان شاء الله هنعرف نكسب. ويمكن هم عملوا كده مع بيراميدز، بيراميدز خطفهم في اول ثلث ساعه، بقيه المباراه هم راكبين الجيم بس مش عارفين يحرزوا. فاعتقد ان ان شاء الله ان شاء الله النادي الاهلي يجيب جون بدري ويريح نفسه، لان المباراه اللي جايه صعبه جدا على النادي الاهلي، ومباراه زي ما بيقولوا كده ايه يعني عنق زجاجه. ليه؟ انت متعادل الماتش الاخير ورايح تلعب سيراميكا، الماتش صعب، لو ما كسبتش هتبتدي يبقى فيه اخفاقات، الناس بقى تقعد ترغي وكلام فاضي من الكلام ده. فانت تكسب وتريح نفسك وتركب والدنيا تمشي معاك ان شاء الله. ان شاء الله. طب يعني من وجهه نظرك لو اللعيبه كلها متاحه ان شاء الله ومفيش اي اصابات، ايه افضل تشكيل للمباراه دي من وجهه نظرك؟ يعني اعتقد انه هيلعب بالتشكيل المثالي، يعني ده ده ده, ده, ده يعني هو شناوي هيلعب ناحيه اليمين، لو هاني ما خفش هيلعب بيكهام، بنون وايمن اشرف، معلول، ديانج والسولية، ديانج لا السولية ديانج وفتحي. قدام هيبقى عنده الشحات، كهربا، محمد شريف، وتحتيهم قفشه. لو ما ابتداش قفشه هيلاعب شريف وياسر ريان زي ما عمل المره اللي فاتت كده، بس انا اعتقد ان قفشه هو اللي هيبتدي تحت محمد شريف. طيب من الاربع اهداف بتوع امبارح واعتقد هيبقوا معانا على الشاشه، عايزاك تقول لي ايه الهدف الافضل بالنسبه لك او اللي عجبك اكتر؟ يعني هو يعني عشان وليد سليمان بس، يعني عشان يعني انا وليد سليمان ابني وحبيبي، ويعني انا اللي جبته، يعني ساعدت في وجوده في النادي الاهلي في فتره من الفترات. فلا يعني بالنسبه لي هدف وليد سليمان هو الامتع. الاهداف اهي معانا يا كابتن. طبعا الاولاني وليد برضو اللي عامله لمحمد شريف في البلايند سايد، الناس كلها راح ناحيه الشمال، وليد عملها له في عكس اتجاهه واداه الجون من اقصر طريق. الجون ده بقى المتعه بالنسبه لي، ولمسه واحده وحطها جون. يعني الاثنين اذا كان علي معلول ولا وليد سليمان، الاثنين يعني رجالة النادي الأهلي وقلب النادي الأهلي النابض، ومهما كبروا هم يعني أولاد النادي الأهلي بيزدادوا خبرة كمان. طبعًا وطبعًا بدري بنون أكيد اشتراكه وإحرازه لتاني ضربة جزاء على واحدة لعبها في الكاس وجابها، ودي برضو جابها. الجون ده جميل جدًا، يعني ديانج ضحك على الناس كلها وحطها الكهرباء اللي كان بيقابله بيقابله سوء حظ كبير في المباراه، ولكن انه يجيب جون في بلس 90 كالعاده بتاعتنا يعني برضو حاجه جميله جدا. ولكن انا عن نفسي على المستوى الشخصي هدف وليد سليمان من عرضيه معلول هو الاجمل بالنسبه لي. طب وبالنسبه بقى لبدر بنون، يعني ممكن نقول ان هو مثلا من الاختيارات الاولى كده بالنسبه للجهاز الفني في تسجيل ضربات الجزاء، بانه بيحطها بطريقه مميزه كده يا كابتن، وفي ثقه في النفس كبيره قوي. ده اكيد الثقه الاكبر في مباراه الكاس. يعني اول الناس ماتش ليه، اول ماتش ليه، والناس كلها خايفه، هو داخل بكل هدوء ومعاملها كده هادي جدا، اللي هو ويعني عارفه اللي هو نرفزني وانا قاعد. مش سهل فعلا يا كابتن نبقى اول ماتش ليك مع فريق جديد انت بتلعب فيه، ومش اي فريق، انت بتلعب في اكبر نادي في افريقيا، انك تبقى اول نزول ليك كده ماتش رسمي في نهائي كاس، نهائي بطوله يعني، وبتسجل ركله جزاء. اكيد بدر بنون وجوده في نادي الرجاء لمده 4 سنين أو 5 سنين ولعبه في منتخب، وبعدين لعب منتخب كبير اعتقد 6 مباريات دوليه، عنده 6 مباريات دوليه في منتخب زي منتخب المغرب مليء بالمحترفين. فهو اصلا جاي من حته تقيله، فجاي عندك مع تقلك بيتقلك زياده، وهو هادي ومن النوع الرزين جدا. فانت بجميع الاحوال عارفه لما تتلاقى كل الايجابيات في حته واحده، الحمد لله تلاقت في بدر بنون الشخصيه اللي كنا بندور عليها. سيبك من الكوره، انا بتكلم على الشخصيه. متفتح، كورته كويسه جدا، العالي بتاعه كويس، عنده قوه مع 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 يعني مع طول. فلا هو لعيب كويس جدا، اعتقد اللي اختاره عينه كانت خبيره. وعلى فكره النادي الاهلي عينه عليه من 3 سنين، يعني مش من التجديد اللي فات. التجديد اللي فات في الرجاء قبل ما يجدد من سنتين كان في كلام مع النادي الاهلي بس ما حصلش نصيب، انما الحمد لله نصيبه جه وابتدى بقى لعيب في النادي الاهلي دلوقتي الحمد لله. طب شايف ازاي فرص النادي الاهلي في ان هو يحافظ على لقب افريقيا العشره يا اهلي؟
طيب باستعراض الفرق اللي وصلت لدور الثمانيه النهارده، انت ما فيش يعني الفرق القويه، الفرقتين كايزر تشيفز وسان داونز من جنوب افريقيا، مازيمبي من الكونغو، خروج الرجاء طبعا كان يعني كان خبر مفاجاه قوي. الوداد بيلعب دلوقتي، كان متقدم 1-0، الله اعلم الدنيا هتمشي ازاي. الترجي وصل بصعوبه بهدف، انا ما شفتش بيقولوا في هدف تسلل، هدف اوفسايد رسمي يعني رسمي، وللاسف الحكم الكابتن تحسين ابو السادات الحكم المساعد المصري ومعاه كابتن محمود البنا حكم ساحه، فللاسف برضه. بس يعني ممكن ما فيش حد ما بيغلطش. انت شفت الهدف يا كابتن؟ انا شفت الهدف، تسلل اوفسايد ده رسمي يعني، تمام. فانت عندك الست فرق اللي بيتكلموا في البطوله، من وجهه نظري طبعا مولوديه، وان خرجت الصفاقسي ده مولوديه الجزائر هترجع تبقى ليها دور كبير جدا في البطوله دي. انت برضو تتكلمي لسه في الست سبع فرق اللي احنا يعني قابلناهم السنه اللي فاتت او اللي كانوا موجودين، اهلي، زمالك، وداد، ما فيش رجاء بس بقى في ترجي، مازيمبي، سان داونز، ومولوديه الجزائر. اعتقد السبع فرق دول هم اهم حاجه، بس انا شايف من وجهه نظري ان احسن سكواد فيهم بصراحه، او احسن سكواد في البطوله عامه، اعتقد ان ناديي الاهلي والزمالك على الترتيب هم احسن فرقتين موجودين في البطوله حاليا. ولكن ان شاء الله العشره ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تكون بتاعه النادي الاهلي ان شاء الله. يا كابتن، المنافسه على الدوري بقى الموسم ده قويه، اصعب اصعب، لان الفرق الكويسه بقت كتير. بالظبط، يعني الفرق اللي طالعه من تحت بقت المنافسه على طول. يعني احنا بنتكلم على فرقه زي سيراميكا اهي، بنقول هتبقى موجوده في اول اربع خمس فرق. انت متخيله ان فرقه زي المقاولين رابع السنه اللي فاتت بتلعب الكونفدراليه، ما خدتش غير 3 نقاط من 5 مباريات؟ صح. فالمنافسه هتبقى شرسه جدا، مختلفه جداً عن الموسم اللي فات جداً تماما جدا جدا. طبعا اكيد نادي الزمالك ليه كل الاحترام، نادي منافس على مر العصور طبعاً في بطوله الدوري. معاكي نادي الاسيوطي موجود معانا في البطوله، بيراميدز موجود برضه، هيبقى ليه دور الى حد ما. اعتقد وجود سيراميكا والاتحاد، الاتحاد فرقه قويه جدا جدا جدا, جداً مش عايزين ننساها. في 5-6 فرق موجودين في الدوري، لو ما وصلوش للدوري هيعطلوا بطل الدوري. يعني هيبقى مبارياتهم المباشره مع الفرق اللي المنافسه هتعطل فرق الدوري. بس احنا محتاجين المنافسه دي يا كابتن على مستوى الكره المصريه وعلى مستوى النادي الاهلي، انه ما يبقاش بيحلق منفردا يعني على السنين اللي فاتت، يعني يبقى في منافسه للنادي الاهلي تتزود من. بتضحك على ايه كابتن؟ بضحك لان انا طماع، مش عايز حد ينافسني. المنافسه دي بتخليك تقدم افضل ما عندك، فبالتالي في البطولات الافريقيه بعد كده انت جاهز. اكيد كلامك مظبوط، بس يعني انت لو جيتي يعني بصيتي على الكره عامه في مصر، لما الاهلي بيبقى كويس بنقول المنتخب بيبقى كويس، ده غالبا يعني. الاهلي كويس والزمالك كويس، المنتخب في احسن حالاته. والزمالك كويس، هنا بقى الفروق الفرديه ما بين اللعيبه، لا هنا الفروق الفرديه ما بين الناديين، من اداره بقى بص لكل حاجه. فانت الاهلي والزمالك طول عمرهم عندهم لعيبه كويسه، بس المشكله تجميعه اللعيبه في النادي الاهلي مش موجوده في نادي الزمالك. الزمالك بكل صراحه نادي يسهل، يعني الزمالك بيبقى نادي مخترق عامه في الناحيه الاداريه واللعيبه وفركشه و النادي الاهلي ما تلاقيش الكلام ده، ولو واحد خرج عن الاطار بتاعه يا بيرجعوه يا بيطردوه، لا يرجع ويخش جوه الاطار ويتقفل عليه، يا اما يطلع بره. فانت بكل المقاومات النادي الاهلي رقم واحد، لان هو بيكسب وبيعرف يلم نفسه عشان يكسب بعد كده، مش بيكسب فبيفرح فالجاي يروح منه. يعني انت هي شويه ايه زي ما بيقولوا كده حاجات بتبني فوق بعضها. فانا اعتقد لا، النادي الاهلي طبعا اكيد انا احب ان النادي الاهلي ما يبقالوش منافس في افريقيا كلها، مش هقول لك في مصر بس، ولكن اكيد نادي الزمالك طول عمره حجر الزاويه معانا، وهو الفرق القطب الثاني، القطب الثاني بمعنى انه فعلا هو نادي الزمالك طول عمره، نادي الزمالك نادي محترم ونادي كبير وكلنا بنكنله كل، ومنافس قوي جدا وبنكنله كل الاحترام. الاهلي بيحترم كل المنافسين يا كابتن طبعا. ما انا لسه قلت لك ايه؟ قلت لك احنا بنلعب فرقه كبيره زي ما بنلعب فرقه صغيره، صح. مش هتفرق، انا قلت لك الكلام ده في الاول، قلت لك القصه عندنا هو اللي يلبس التيشيرت الاحمر
بيتحول لبني ادم تاني بصراحه. عارفه يعني بيتضخم فليتضخم الوحش. هو كده بالظبط، اول ما تلبس التيشيرت بتبقى حاجه تانية. عشان كده لا يعني طبعا نتمنى المنافسه تبقى قويه بين الاهلي والزمالك، ولكن في الاخر ان شاء الله يرجع لنا الامر ونكسب دوري ونكسب بطوله افريقيا. طيب احنا دايما بنسال المشاهدين على افضل 3 لعيبه في كل مباراه، وعاملين كده وبنجمع في الاخر مين افضل لاعب في الشهر ده والشهر ده لحد افضل لاعب في الموسم بعدد نقاط معين. بالنسبه لمباراه سواني ده امبارح، عايز اعرف منك قبل ما اسال المشاهدين تاني افضل 3 لعيبه من وجهه نظرك في النادي الاهلي، 3 بس. ما هو اصل يعني مش عارف، ما يعني ممكن نقول مثلا احمد ياسر ريان، وليد طبعا، وليد سليمان، وما فيش حد لعب 90 دقيقه تاني يعني ممكن يبقى عليه العين. حمدي فتحي. حمدي فتحي، دول دول الثلاثه. احمد ياسر ريان يعني بالترتيب بقى، وليد سليمان. احمد ياسر حمدي فتحي. بحس مع وليد سليمان يا كابتن ان كل ما السن بيكبر كل ما الخبره بتزيد كل ما الاداء أكيد. افضل. تغييره الاهلي الذهبيه دايما نقول عليه، اكيد الخبرات بتخلي اللعيب بدل ما كان بيجري كتير ويقعد ينحف، ما لا دلوقتي عارف هو هيقف فين، هيباص ازاي ويتحرك ازاي ويجري ازاي، بتبقى عنده هو يعني ايه خبره؟ خبره يعني يعني الموقف ده عدى عليا قبل كده مرتين ثلاثه اربعه، فانا حفظت الموقف من قبل ما يجي. صح. يعني قبل ما الكره تتلعب في الحته الفلانيه انا عارف ان انا هتحرك لها هنا والكره هتعدي مثلا السرد باك ده عشان انا اروح اقطع من المكان ده فاخدها. هي دي مجموعه الخبرات، ان مواقف عدت على اللاعب قبل كده فبيبتدي يتخزن في العقل الباطن الموقف ده هيحصل ازاي، فاول ما الكره بتتحرك بيبقى فاهم هي رايحه فين وهتنزل ازاي وهتحرك ازاي. عشان كده طبعا الخبرات بتفرق كتير جدا. وليد ربنا ربنا يعني يبارك لنا في صحته ويبارك لنا في وجوده معانا، ويكتر من شطه الاجوان بتاعته ويطلعها في كل الماتشات اللي يلعبها. لا اعتقد وليد من الناس اللي هتبقى هتسيب علامه فارقه في النادي الاهلي يعني. وهيكمل هيبقى يعني في الناحيه الاداريه وهيبقى ليه وضع في النادي الاهلي بعد ما يبطل حتى. وهو يستاهل لانه أكيد. فعلا كسب ثقه جماهير النادي الاهلي بشكل كبير قوي، ده من زمان ولكن بتزيد برده مع الوقت، وبيبقوا مبسوطين دايما كل ما بيهدف يا كابتن. اكيد ده هو يعني يعني دلوقتي وليد بقى خاتم يعني، او مش دلوقتي وليد من زمان هو خاتم سليمان. لما بنحتاجه بنطلعه بيجيب لنا الاجوان وبيكسبنا، فوليد بالنسبه لنا مش وليد سليمان، لا هو خاتم سليمان. فاعتقد يعني وليد مع جمهور النادي الاهلي علاقه حب كبير. طيب بشكر حضرتك جدا كابتن احمد فوزي، وانا استمتعت والله بالحوار جدا. شكرا ليك انك كنت معانا ونورتنا في بيتك. ميرسي، ربنا يخليك. شكرا ليك وشكرا لحضراتكم على المتابعه، بشكر حضراتكم جدا.